effusion. يعني كميه البلورال فلويد تزيد، يعني accumulation of fluid في البلورال سبيس، accumulation of fluid. طيب السؤال بقى، ايه الميكانيزم بتاع حدوث هذا الاكيوميليشن؟ هو زي الميكانيزم بتاع الإديمة بالظبط. ولو فاكرين الميكانيزم بتاع الإديمة، يا اما زياده في الهيدروستاتيك بريشر، يا نقص في الاوزموتيك بريشر، يا كابيلاري ليك، يا ليمفاتيك ايه؟ اوبستراكشن، يا ليمفاتيك اوبستراكشن. بس احنا برضو مش هنشرح الانفيوجن بالشكل ده، نشرحه بشكل تاني خالص، وهو ايه التايبس اوف انفيوجن؟ التايب اوف فلويد اللي ممكن يتراكم في البلورال سبيس، يا يبقى اكسوديت، يا يبقى ترانسوديت، يا رقم ثلاثه ممكن يبقى لمف اللي احنا هنسميه بين قوسين كايلس، يا يبقى بلود، يا يبقى تيوبركلوس، يا يبقى مالجنن، يا يبقى مالجنن. طيب امتى يبقى الفلويد اللي في البلورال سبيس اكسوديت؟ اما يبقى بارا نمونيك افيوجن. بارا نمونيك افيوجن، ايه هو البارا نمونيك افيوجن؟ هو الافيوجن الكومبليكيتنج نمونيك، يعني لما النمونيا تبقى كومبليكيتد بافيوجن الفلويد يبقى اكسوديت. امال ايه الترانسوديت؟ هو اي سبب يزود الهيدروستاتيك بريشر زي الهارت فيلير، او اي سبب يقلل الاوزموتيك بريشر زي النيفروتيك سيندروم. يعني حالات الهارت فيلير وارد يحصل معاها بلورال انفيوجن بزياده في الهيدروستاتيك بريشر. حالات النيفروتيك سيندروم اللي احنا لسه ما خدناهوش، البروتين بينزل من الدم فبيحصل هايبو البومينيميا فبيحصل بلورال انفيوجن، ده نقص اوزموتيك بريشر. امال ايه الكايلس او الليف؟ عندنا ماشي في التشيست حاجه اسمها توراسيك دكت. توراسيك دكت مالها التوراسيك دكت؟ ممكن يحصل فيها انجري اوف ذا توراسيك دكت، وانا بعمل عمليه في الصدر دكتور الجراحه يعني يعور التوراسيك دكت بالخطا فيحصل لمف في التشيست. البلاد حالات التروما، لاي بلاد فيزل، او حالات البليدنج تندنسي زي مثلا هيموفيليا او غيره. والتي بي هو التي بي، والمالجنت مين اشهر مالجنت في الاطفال تعمل بلورال افيوجن؟ الليمفوم، تحديدا اكثر النون هوتشكين الليمفوم. يبقى قدامنا على السبوره احتمالات البلورال افيوجن في الاطفال، يحتمل ان الفلويد اللي موجود في البلورال سبيس يكون اكسوديت زي بانوموني، محتمل ان يكون ترانسوديت في حالات الهارت فيلير والنفروتيك، محتمل ان يكون كايل لمف يبقى ده انجري للثوراسيك داك، محتمل ان يكون بلاد ده تروما او بليدنج تندنسي او تي بي. ماشي؟ طيب ايه، احنا مش هنشرح كل دول، احنا اللي هنشرحه اول واحد او اللي علينا اول واحد، انها تيجي حاله في الامتحان حاله نمونيا ومعاها افيوجن اللي هي البارا نمونيك افيوجن، اللي هو ايه الكاركتر بتاعه الفلويد اكسوديت. طيب ايه الكلينيكال بريزنتيشن بتاع البارانومونيك افيوجن؟ في سيمبتومز في ساين. ماشي الكلام؟ في سيمبتومز في ساين. ايه السيمبتومز بتاعت البارانومونيك افيوجن؟ السيمبتومز هي نفس السيمبتومز بتاعت النمونيا. حد فاكر السيمبتومز بتاعت النمونيا؟ فيفر، كاف، ريسبيراتوري ديزيز. يعني فيفر وكاف وريسبيراتوري ديستريس، صح كده؟ هو عشان اقول بارانومونيك انفيوجن نفسه بالاضافه الى تشيست بين، لان طالما الكلورا بدا يبقى فيها انفلاميشن يبقى وهي فيها بين ريسبتور هيبدا العيان يعاني من تشيست بين بس كده. امال ايه الساينز؟ الاسطمبه الثابته بتاعت اي ساين لاي حاجه في التشيست، انسبكشن، بالبيشن، هي تنظيم بس للكلام اللي عندك، بيركشن، اوستالتيشن. ولا ممكن بلاش ده بقى خلاص، ممكن نحطها هنا اسهل. ايه الانسبكشن بالبيشن بيركشن اوسكالتيشن؟ ادي الانسبكشن اهو، هلاقي ايه بالانسبكشن؟ هلاقي عادي ريسبيراتوري ديستريس زائد ان الموفمنت ناحيه الافيوجن هتزيد ولا تقل؟ يعني الناحيه دي سليمه والناحيه دي فيها افيوجن يتحركوا زي بعض، اللي فيها افيوجن يتحرك اقل. طيب ده الانسبكشن. طب البالبيشن، البالبيشن
فاكرين التاكتايل فوكال فريمنتس؟ هما الثلاث معلومات. التاكتايل فوكال فريمنتس هيقل هيقل جميل كده. طيب اول معلومتين بس، الميديا سباينم اخباره ايه؟ لو الواحد عنده افيوجن كتير قوي في ناحيه هيشد ولا يزق الميديا سباينم؟ يبقى يحصل شيفت. طيب وانا كلينيكالي بعرف الشيفت بتاع ميديا سباينم عن طريق ايه؟ الهارت والتراكيا، التراكيا والايبكس بتاعته صح؟ تمام. المعلومه الثالثه بيركشن. ماله البركشن؟ البركشن هي أميز حاجة في البلورال إفيوجن. بالظبط كده، بيبقى فيه ستوني دلنس، وساعات بنسميها فلات دلنس. أما الأوسكالتيشن وهي آخر حاجة، كلنا حافظين قصع صبور، كلنا حافظين الرسمة دي. إيه الرسمة دي؟ واحد، اتنين، ثلاثة. واحد دي اللي هي ايه؟ diminished intensity of breath sound او حتى silent. اتنين اللي هي الفلس يبقى بالداري مقفول وبرونكس مفتوح تبقى برونكيال بريث. تلاتة ان يبقى فيه كينكينج وقلنا عليها نيزل ايه؟ سونيشن اللي هي الايجو. هقولهم تاني. على فكره اللي على السبوره ده جه سؤال نظري كذا مره قبل كده. يجي في الامتحان النظري يوم قايل ايه؟ قول لي الكلينيكال بيكتشر بتاعت البارانيمونيك افيوجن. موضوع سهل. الكلينيكال بيكتشر بتاعت البارانيمونيك افيوجن هي نفسها اعراض، لسه بادئ من الاول. هي نفسها اعراض النمونيا، فيبر، كاف، ريسبيراتوري ديستريس، ومعاها تشيست بين بحكم البين ريسبت. اما بالنسبه للاسطمبه الثابته بتاعت التشيست اكزامينيشن، فيكشن، بالبيشن، بركشن، اوسكالتيشن. الانسبكشن ديستريس والموفمنت قليل. بالبيشن تكتايل فوكال بريمتس اقل، والميديستاينم ساعات شفت لو كميه كبيره لو مثلا. والبركشن هي اهم واحده في كل دول اللي هو الستوني دال. اما الاوسكالتيشن فانا بفتكره برسم، وهو ان انا لما بص بيبقى في افيوجن هنا كده، حضرتك سمعتي مكان الافيوجن diminished intensity of breath sound او حتى يعني بص كده ده الطبيعي وده الافيوجن. هسمع هنا هنا صوت اقل او مش موجود خالص. رقم اثنين، الانفيوجن بيبقى ساعات قافل الالفلس وسايب البرونكس مفتوح، فلو حطيت سماعتي هنا هسمع برونكيال بريزنج، الصوت اللي هو بيرن. اما هنا في الابر بوردر اوف اللي هو ثاني برونكس كنت بسمع ايجوكو، يعني نيزل ايه؟ كل شويه انا قلتها لك دي حاجه كاركترستيك وباثوجنومونيك للفلورال افيوجن. السؤال بقى انا في الامتحان فعليا هتعرف ازاي على حاله الفلورال افيوجن؟ العين هيبقى مركب انبوب. طيب الحاج افرض ما كانش مركب انبوبه، اللي هم هتقول ان احنا او هسالك ان هي سحب عينه ميه من لانك، هتقول لك في ميه على الرئه، ميه على الرئه، خلاص؟ طب انا فعليا هحتاج اسمع ايه في الحاله؟ او يعني لو هسمع ايه اللي ممكن؟ اولا سيبك من الاولانيه، عامة ما بيجيش ستريس قوي، بيجيبوا لك في الامتحان بينهج وبتاع، وحته الموفمنت دي بالنسبه لك انت هتبقى صعب انك تجيبها. التكتايل فوكال فريمتس ومش هجيب لك حاله ماسيف عشان تبقى شيفت الميدياستاينم، ولا انا هحتاج اقعد احط ايدي عشان اشوف التكتايل فوكال فريمتس. امال مين اللي هركز عليه قوي؟ ده هيك وده هيك. يعني من الاخر الحاله هتبقى الجملتين دول بس. يعني هتبقى الانتنستي اوف بريس ساوند على ناحيه فعلا قليله اقل. ثم انا لو لقيت كده ومركب العين انبوبه وسالني على البركشن من غير ما اعمله، انا لو مش هسيب 60 طالب طول النهار يا ايه تفضلوا على ضهر واحنا في الشتاء وبتاع والدنيا برد، فهيبقى ومن ما مش وقت اصلا في الامتحان تقعد تعمل البركشن. بس هو بيني وبينك اللي ممكن فعلا اسال عنه في امتحان الراوند في النقطه، انا بقول بقى كلينيكال اهو، هما النقطتين دول ستوني دانس بركشن وديمينشن. اما البرونكال والايجوفون دي خيالات بنكتبها نظر وخلاص، بس في امتحان اللي راوند ما تقولهاش يعني لانها برضه سماعها صح. ماشي الكلام؟ طيب يبقى ده بالنسبه للكلينيكال بيتش. تعال نشوف الانفستيجيشن عشان نختصر الوقت. ايه الانفستيجيشن؟ النمونيا الانفستيجيشن اللي كانت عندنا ايه؟ شيست اكس راي فاكر؟ ايه تاني؟ سي بي سي كالتشر اي دي جي. على فكره ولو زودت بلس اوكسيميتر يعني ينفعوا الخمسه دول هم الخمسه انفستيجيشن بتاع اي حاله شيست.
بس ما عدا البرونكيال ازمة وضعها خاص عشان هي مش محتاجة انفستيجيشن اصلا البرونكيال ازمة. لكن اي حالة شيست ينفع تعمل له شيست اكس راي وهي دي اهم واحدة ما عدا بالازمة برضه الشيست اكس راي هي المهم. السي بي سي كلتشر اي بي جي. طيب بيني وبينك هو البلورال افيوجن يفرق عن بقية الشيست كونديشن الفلويد اللي في اللنج. طب ما انا مش ممكن كنوع من انواع التحاليل اللي انا اعملها ان انا اسحب عينه. طيب هسيبك من الاكس راي دلوقتي خلينا نركز على الفلويد. مش الفلويد ده لما بتسحبه بتحلله؟ طيب بنسميه احنا بلورال فلويد اسبيريشن اناليسيس تمام، او ساعات بيسموه بلوروسينتيسيس. بسحب عينه من بلورال فلويد. طيب لما بسحب عينه من اي اول مره اقول ده في المنهج بقى. لما بسحب عينه سائل من الجسم اي سائل من الجسم بعمل له اربع حاجات هنحفظهم مع بعض لحد اخر المنهج. الأربعة دول بالعربي خلوي كيميائي ومزرعة وفيلم. لما أقول لك أي سائل يعني ينفع تطبق الكلام ده على يوريك على بلورال فلويد على سي اس اف في المننجايتس. لما أقول فلويد من الجسم بسحبه يبقى هعمله الأربع حاجات دول. خلوي يعني إيه بقى الكلام ده؟ نشوف خلوي يعني إيه؟ يعني أنا أشوف السيلز اللي موجوده احلل الخلايا. انا متخيل انا بتكلم على انهي انفيوجن فرانومونيك اذا ده اكسوديت ولا ترانسوديت. طيب اذا في خلايا بكتيريا اذا اتوقع ان انهي خلايا اللي هتزيد الوايت بلاد سيلز تحديدا النيتروفيل. تحديدا مين؟ النيتروفيل. حلو كده. طيب يبقى خلوي وايت بلاد سيلز هتزيد بالذات لما اقول مثلا بكتيريا البريتونايتس. ما نفس كده اي بكتيريا. طب كيميائي يعني ايه؟ في اربع حاجات انا هكتبهم تحت. ده الكيميائي اثنين هيزيدوا واثنين هيقلوا. اثنين هيزيدوا واثنين كان عندنا في الاي ار بيزيشن تلاقي اثنين بيزيدوا واثنين بيقلوا. لو فين اثنين بيزيدوا واثنين بيقلوا؟ ايه اثنين بيزيدوا واثنين بيقلوا؟ اللي هيزيد البروتين والال دي اتش دول هيزيدوا واللي هيقلوا الجلوكوز والبي اتش. طب نشرح كده الكلام ونشوف الارقام. هو البارانومونيك افيوجن كونو اكسوديت فبيبقى فيه الاربعه دول. الكلام بتاع الباثولوجي القديم الفرق بين الاكسوديت والترانسوديت لو تفتكر. البروتين بيزيد بحكم انه اكسوديت بس بيزيد كام؟ كتاب الاسم عندنا كاتب انه بيزيد اكتر من ضعف سوري اكتر من نص السيرم بروتين. يعني لو السيرم بروتين مثلا 4 جرام بير ديسيليتر هلاقي اكتر من 2 جرام يبقى هو اكتر من نص السيرم. يعني انا لو بقيس السيرم بروتين وبقيس البروتين اللي في البلورال فلويد هلاقي لو هو اكسوديت تمام هلاقي البروتين اللي في البلورال فلويد اكتر من نص السيرم بروتين. طب ال ال دي اتش بيبقى اكتر من 1000. طب الجلوكوز هنا بقى الارقام بتقل لان البكتيريا بتستهلك الجلوكوز. امال ال دي اتش عالي ليه؟ تكسير الخلايا. ما البروتين بيزيد ليه؟ اكسوديت. طب الجلوكوز بيقل عن 40 بيستهلك. امال البي اتش كون ان في انيروبيك جلايكوليس فيبتدي يخرج لاكتيك اسيد عشان كده البي اتش بتقل عن 7.2. الارقام دي تحفظها صم. على فكره الاكسوديت لما يزيد يتحول الى يتحول الى بس. واقوم اسمي البارانومونيك افيوجن لو بقى بيور بس امفايما. اذا الامفايما هي ايه؟ هي بارانومونيك افيوجن بس سيبي. هي بارانومونيك افيوجن سيبي يعني الكرايتيريا دي زايده قوي. يبقى ما هو الامفايما؟ الامفايما هو بس في البلوراليسيس. البس عباره عن اكسوديت بس كرايتيريا ده اهي زايده. الكرايتيريا دي زايده ولون الفلويد نفسه بيوري لبن ديسشارج يعني لونه ابيض مش لبن يعني غامق شويه مصفر شويه. ده الكيميائي اربعه. امال ايه المزرعه؟ كلتشر عادي كلتشر. امال ايه الفيلم يا جماعه؟ بصوا على السبوره مكتوب عندك جرام ستين. هي مش احنا اتفقنا قبل كده ان تكتب المزرعه دي تاخد لها ثلاث اربع خمس ايام؟ هو انا هستنى المزرعه ما تطلع؟ طيب انا ساعات بدي امبريكا بس دي حاجه احلى. دي حاجه هنا احلى احسن من نمونيا بقى. ان انا هنا اقدر اسحب ايه البتاع ده اسبغه بالجرام لان ممكن صبغه الجرام تطلعوا لي جرام بوزيتيف ديفلوكوكات يبقى نيوموكوكات. فاكرين المكان بيقول لكم كوكاي ان تشينز وان كلاسترز ستريبتو ستاف
طيب او ممكن تطلع جرام نيجاتيف للكوكو بس لا دي موكلس نيجاتيف تمام. يعني اذا كل واحده ليها شكل فممكن الشكل ده يخليني اتنبا والبوزيتيف او نيجاتيف جرام يخليني اتنبا بنوع الاورجانيزم يقوم يخليني اوجه الانتي بايوتيك اكوردنج للاورجانيزم ده لحد ما نتيجه الكالتشر ايه. يعني انا بخلي الموضوع شويه مش امبريك. اذا تاني بالراحه الجرام ستين فايدته ايه؟ يقول لي شويه الموضوع جرام نيجاتيف ولا جرام فوكاي ولا باسيلاي اقدر اتنبا بنوع الايه؟ الاورجانيزم. ماشي يا شباب؟ طيب يبقى تاني الانفستيجيشن ممكن اطبق النظريه بتاعت اي شيست ديزيز شيست اكس راي سي بي سي كالتشر اي بي جي بلس اوكسيمتر. اصلا كده كده الاي بي جي والبلس اوكسيمتر هتعرفني اخبار السي او سو ايه؟ اخبار الاكسجين ايه؟ اخبار البي اتش ايه؟ مش كده؟ الكالتشر هتعرفني دي هتعرفني ان انا بكتيريا انفكشن. تيجي بقى للشيست اكس راي. ايه اللي بيبان في الشيست اكس راي؟ ركز. اهم تحليل بيتعمل لكل عيانين الشيست بما فيهم الفلورال ديزيز هو شيست اكس راي. النمونيا شيست اكس راي، الفلورال ديفيوجن شيست اكس راي، نيموتوركس شيست اكس راي، كله برونكيلايتس شيست اكس راي. يمكن هو الازمه بس اللي مش الازمه كلينيكال. طيب لو انا عايز اقول عملت شيست اكس راي فلورال ديفيوجن، لو كميه صغيره هل تبان في الاشعه؟ لو العيان نايم على ظهره كميه الفلويد قليله بتتوزع على اللنج ما يبانش حاجه او يبان شويه هيزنس شويه عتامه بسيطه كده فاهم؟ يعني انا كميه سائل ونمت على ظهري هتتفرق كده في اللنج فمش هتبان. طب لو كميه صغيره بس انا واقف تقوم باينه ازاي بقى؟ تبان كده عشان الحصه الجايه تقوم باينه شويه فلويد هنا الانجل دي اسمها ايه؟ يبقى حصل حاجه اسمها اوبليتريشن للكوستو فرينيك انجل. يبقى بتبان ازاي؟ البلورال افيوجن في الشيست اكس راي بتبان على هيئه اوبليتريشن لو العيان واقف. طب ممكن الكميه تزيد كمان كده ماشي كميه كبيره كده وساعات بنشوفها رايزنج تو ذا اكزيلا طالعه لفوق كده خدت بالك؟ بس اللنج من فوقيها سليمه عشان اميزها عن حاجه اسمها هيدرونيوموثوركس. هنبقى نقول الكلام ده دلوقتي في الاشعه ان شاء الله. الحاجه الثالثه بقى بص على الصبور ساعات تلاقي كميه الافيوجن كتير قوي لدرجه انها قافله جزء كامل من اللنج قافله الناحيه مثلا اليمين دي كلها. في الحاله دي بنسميه اوبيك هيمي تورك يعني ناحيه كامله كلها اوبيك تمام. بس لو حصل كده ساعات الكميه تبقى كبيره قوي لدرجه انها تعمل ايه في الميدياستاينم شفت. طب الميدياستاينم ده فين؟ الايبكس وبيبقى فوق هنا التراكية تلاقي التراكية كمان شفت. امال لو العكس كان موجود يعني ايه العكس؟ يعني لقينا كده يا شباب يعني لقينا بس الكلام ده بره الافيوجن بقى لو لقينا الناحيه كلها بيضة تمام بيضة خالص والهارت بدل ما رايح الناحيه الثانيه لا رايح الناحيه دي يعني جاي الهارت جاي كده خلاص والتراكيه برده قامت جايه كده يبقى هنا الميدياستاينم شيفت تو ذا اوبوزيت سايد الاوباسيتي دي زقه لكن الاوباسيتي هنا شدت هنا يبقى العيان عنده توتال لانج كولابس شوفها في الاشعه يعني عارف انت اشهر سبب بص لي كده اشهر سبب للكولابس ده هو ان يكون العيان شرق في فورن ايه؟ بودي تلاقي الفورن بودي جاي الناحيه دي كده قافلها خالص يقوم اللانج دي تتكرمش على بعضها واللانج دي سليمه زي ما هي حتى ساعات تحصل لها كومبنساتوري ايه؟ انفيزيما تكبر اقول انا قلته ده تاني اهم تحليل بيتعمل لمريض الفلورال افيوجن هو الاشعه. لو كميه صغيره العين يبقى نايم تتوزع ما تبانش. لو هو واقف تقفل اللانج. زي ده كمان تطلع لفوق وممكن تطلع للاكزيلا. زي ده قوي تبقى ماسف تضغط على الميدياستاينا من الناحيه الثانيه. ده الافيوجن. طب لو لقيت حاجه هيمي ثوركس اوبيك كده بس شادد الميدياستاينا من ناحيته دي تبقى مش فيوجن دي تبقى توتال لانج ايه؟ توتال لانج ايه؟ كولابس. ده يبقى توتال لانج كولابس ان هو شادد الميدياستاينم ايه؟ ناحيته. واضح الكلام؟ حتى ده ساعات بيحصل نتيجه فورن بودي قافل البرونكس
كولابس لانج عاده اللانج الثانيه بتحاول تعوض بيحصل لها نشوف الكلام ده في الاشعه كومبنساتوري ايه انفيس ماشي الكلام مكتوب عندكم كمان الترا ساوند سي تي ليه الترا ساوند احنا قلنا قبل كده زمان ان الالترا ساوند احسن حاجه توضح الفرق بين ايه وايه سوليد والفلويد بتقول لي طب ايه علاقته ده بالانفيوجن بص على السبوره كده بتاع السبوره ساعات بعض الناس يقول لنا عندهم حاجه كده متكومه في جنبي حاجه بيضاء في الاشعه مش عارف ده فلويد انسيستد فلويد ولا ده سوليد تيومر مثلا اهو جاي جهاز الموجات الصوتيه حطه على الحته دي الموجات الصوتيه يقول لي اذا كان ده فلويد انسيستد ولا ده سوليد تاني يعني فايده الموجات الصوتيه هيعرفني اذا كنت انا بتكلم على سوليد ماس ولا انسيستد افيوجن يعني هل ده فلويد اسحبه ولا ده ماس وتيومر ومحتاج تحاليل ثانيه امال السي تي فايدته ايه السي تي السي تي هيوضح لك الديتيل ده انا فيه. يعني دي اكيد طب انا هعمله من الاول لا طبعا بدل من الاول سي تي اصلا تحليل اولا غير انه غالي انت السي تي عباره عن اشعه بس عارف كانك بتعرض العين لكام اشعه 50 اشعه في وقت واحد تك 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 كل دي اشعات 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 طبعا الهزر كتير فانا بوفر السي تي ده لما يكون الموضوع مش باين بالذات في حالات اللونج ابسس لان زي ما هتشوفوا في الاشعه بعد شويه ان السي تي في اللونج ابسس بيخليه واضح جدا اساسي جدا يبقى شكله غريب هو بيفرق ما بين الافيوجن والابسس كويس الالترا ساوند يميز الانسيستد افيوجن عن الماس السي تي يميز الافيوجن عن اللونج ابسس بالذات مفهوم الكلام يبقى لنا اخر حاجه التريتمنت ازاي تعالج حاله بارانمونيك افيوجن هي اصلا جايه نتيجه نمونيا يبقى المفروض ياخد انتي ايه انتي بايوتيك انترافينوس على الاقل 14 يوم مش اقل طب مفيش حلول جراحيه انا كاتب لك في اخر الصفحه والكلام للدكتور مجدي زيدان في اربع حلول جراحيه مش احنا طبعا اللي بنعملهم اللي بيعملهم جراحين القلب والصدر ايه الاربعه دول بص على الصبور بص لي كده على الصبور دلوقتي نشيل دول بصوا يا شباب لما بيكون عندنا عيان في ماسيف بلورال افيوجن تمام العيان ده بيبقى ديستريس داون فانا عايز اشيل السائل ده اشيل السائل ده ازاي مكتوب عندك اول حاجه في الحلول الجراحيه ده هي شيست انتركوستال تيوب ويز اندر ووتر سي يعني ايه اندر ووتر سيل؟ يعني اغطس الانبوبه دي تحت الميه. شفتوا انتوا المنظر ده عندنا في المستشفى ولا ما شفتوش خالص؟ ما شفتوش ولا حاله بلورال افيوجن. كنت انا شخصيا اللي بشرح بلورال افيوجن كل مره كنت احاول اجيب ما الاقيش فيه. معاكم حق. بس لو رحتوا قسم جراحه القلب والصدر هتلاقوا البتاعة دي تمام؟ ايه البتاعة دي؟ ركز عشان دي فيزياء. يعني فيزياء ازاي؟ هقول لك دلوقتي الضغط اللي موجود في البلورال سبيس ده ضغط موجب ولا سالب؟ سالب بمعنى ان انا لو عايز اصرف الميه دي اصرف السائل اللي عامل ديستريس او فيه انفكشن المفروض اصرفه بالانبوبه بس لو سبت الانبوبه دي في الشارع تمام في الهواء الجوي ضغط الهواء الجوي ضغط ايجابي وضغط البلورا ضغط نيجاتيف فهيقوم النيجاتيف ساحب الهواء اللي بره يقوم داخل على النيموتروكس فعشان كده لازم اغطس دي تحت الميه تمام عشان يفضل محافظ على ده ضغط سالب تمام واخلي الانبوبه دي تحت مستوى الجسم تمام وبنظريه الاواني المستطرقه تمام تقوم الايه يقوم السائل ده يقدر ينزل في الانبوبه تمام وبيبقى فيه زي فتحه هنا كده عشان ان السائل اللي هينزل هنا هيتكوم هنا يقوم شويه الهواء اللي مكانهم دول يخرجوا فوق ما علينا مش هنروح بكره الصبح نركبها للعيان بس ده اسمه ايه الجهاز العجيب ده اسمه ايه؟ اسمه شيست انتركوستال تيوب هو مكتوب عندك ويز اندر ووتر ايه؟ اندر ووتر سيل او ساعات بين قوسين تقدر تكتب جنبه كلوزد دي مش مكتوبه ثوراكوستومي يعني ايه ثوراكوستومي؟ يعني فتحه في الشيست
عامل فتحه في الشيت بس قافل عليها، قافل عليها انا مغطسها تحت الميه، اسمها كده كلوز كور، عشان انت ممكن تلاقي الجمله دي في الامتحان. كلوز ثوراكوستومي هي هي الشيست انتركوستال تيوبز اندر ووتر سي. ماشي الكلام؟ على فكره اصل ده علاج البلورال افيوجن وهو هو علاج الازمه، سوري النيموثوركس، يعني علاج الافيوجن وعلاج النيموثوركس نفس الانبوبه. طيب في بقى حاجه كمان، بص لي كده، ساعات بعض حالات البارانيمونيك افيوجن بيبقى فيه انفكشن، يعني بيبقى فيه فايبرين. يعني ايه فايبرين؟ يعني ساعات بتلاقي خطوط، يعني شويه فايبرين هنا، فالفايبرين ده بيبقى مضايق الميه انها تتصرف، بيبقى متكون كده، فمش عارف اعمل فيه ايه، عايز ادوبه. يقوموا جايين بابره حقنين هنا خلاص ماده فايبرينوليتك، مكتوب عندك فايبرينوليتك ماتيريال، اسمها حاجه اسمها ستريبتوكايناز. يقوموا حقنين الماده دي، يقوم داخله البتاع دي مقطعه الايه؟ مدوبه السته. طب ما عرفتش اعمل كده، او الفايبرينوليتك ايجنت ده ما عرفش يعمل كده. يقوموا داخلين هنا بمنظار، مكتوب عندكم كلمه في السطر الثاني ثوراكوسكوبي. ايه ثوراكوسكوبي ده؟ يعني منظار. وبالمنظار ده بنشاره رفيع جوه المنظار يقطعوا السته دي، شايف بيبقوا شايفين، يقطعوا بتوع جراحه القلب والصدر، يعملوا منظار في الصدر. طيب ما عرفوش يعملوا الكلام ده خلاص، ما عرفوش يعملوا، يقوموا عاملين ايه بقى؟ خلاص بقى مش عارف اشتغل من خلال الانبوبه، يقوم جاي بيقول لك مش جوه بص وفايبرين وبتاع، يقوم فاتحين بقى فتحه هنا اهوت، فاتحينها على الشارع كده كانه خراج وبيعملوا له درينج، ولما نبقى نصلح الحته جوه نبقى نقفل بقى وكده تمام، ونبقى نركب انبوبه وبتاع، نبقى على نظافه بقى. يعني يدخلوا هنا يعملوا اوبن ثوراكوستوم، يعني يعملوا فتحه كانه فتحه على بره. اخر ما يزهقوا بقى يقول لك ايه؟ ساعات دي اصعب حالات بقى البلورال افيوجن، ساعات بص كده على السجود مش هي اللنج كده، ساعات البلورال افيوجن ده يبقى فيه كرايتيريا بص قوي لدرجه ان الفايبرين يترسب على جدار اللنج كلها، داير ما يدور كده عامل لها زي كيس كده زي قشره كده، فطبعا ده بيحجم اللنج وهي بيحصل لها اكسبانشن. يقوموا جايين بقى بتوع الجراحه يقوموا عاملين ايه؟ فتحه عمليه بقى، ويقوموا داخلين يقشروا اللنج، يعملوا حاجه اسمها ديكورتيكيشن، يقعدوا يشيلوا الفايبرين اللي موجود على اللنج من بره. طبعا ده شغل جراحه وما تسالنيش يقشروها ازاي، يعني انا ما عملتهاش بايدي، هم مكتوبه كده في بتوع جراحه الايه؟ القلب والصدر اللي بيعملوا. يبقى تاني علاج المفروض يكون مضاد حيوي خلاص، العيانين دول بيركب لهم انبوبه ويحقن في الانبوبه ماده تدوب، ما ينفعش يبقى منظار، ما ينفعش يبقى فيه فتحه كده كانها خراج وبصرفه، ما ينفعش يقشروا اللنج مفهوم. طيب الموضوع التاني مش باهميه الاولاني، ولكن ممكن يجي كيس سيناريو وهو النيومو ايه؟ توركس. وكان دكتور مجدي زيدان برضه كان بيسال طالب من الطلبه في امتحانات اخر السنه بيقول له يعني ايه نيومو توركس؟ فقام قايل له اير في اللنج، قال له اوه انت كده وصلت، يعني اير في اللنج ايه بس؟ هو اير فين؟ في البلورال. وعايزك بقى تكتب في نص السطر كده فوق، يعني فوق العنوان، بص لي كده، اذا الاير دخل في البلورا خلاص الضغط هيبقى ضغط ايجابي بوزيتيف بريشر. طب وايه مشكله ان يبقى بوزيتيف بريشر؟ اللنج هيحصل لها ايه؟ لنج كولابس. اذا كلمه نيوموثوركس دي يعني نيوموثوركس، نيوموثوركس مقترنه باللنج كولابس لانها هتخلي الضغط بوزيتيف بريشر هيحصل لنج كولابس لازم. مفهوم الكلام؟ يبقى متى لقيت اشعه نيوموثوركس لازم تلاقي كولابس اللنج. متفقين؟ طيب ايه اسباب النيوموثوركس؟ انا كاتبها لك شويه اسباب خفيفه كده، من ضمنها احنا قلنا نوع من انواع النمونيا كان فيها النيوماتو سيل، هتلاقوها مكتوبه في اللنج كوزس ستاف نمونيا وغيره لنج ابسس وبتاع، يفرقع نيوماتو سيل وابسس سيست مثلا في اللنج. اثنين مكتوب عندكم اياتروجينيك، ازاي؟ عيان بركب له كانيلا في الجاجلر فين، فدخلت في الابره، بركب اندوتراكيال تيوب خرمت البرونكس او اندوسكوب، يعني حاجه اياتروجينيك في الخطر. او عيان تروما بلانت او شارب ووند مثلا ولا حاجه في اللنج، عملت انجري للفلور. او عيان عنده كونجينيتال انومالي، مكتوب عندكم المارفان سندروم، بيبقى عندهم زي بليبس كده سيست صغيره بتفرقع بترابشر. او فورن بودي، يعني واحد سرقان في فورن بودي بس له شارب اند مثلا دبوس ولا بتاع وعمل انجري. اسباب كتير.
او تروما احنا قلنا يعني، بس هو يمكن اشهرهم بالنسبه لك انت في امتحان الراوند مهم قوي الاستاذ نمور. الباقي كله مش هاجي اقول لك سمع لي اسباب النيموثوركس. طيب ندخل على الجزء الاهم. انا لسه من شويه كاتب ايه؟ كاتب الكلينيكال بيكتشر بتاعت البلوراليتي. تعال نشوف الكلينيكال بيكتشر بتاعت البلوراليتي. خد ازرق من غير اي مقدمه، طب ازرق على طول. زائد ايه كمان في السيمبتومز؟ شوك. هتقول لي ايه اللي دخل الشوك في الموضوع؟ ده نيموثوركس. ده المفروض حاجه في الشيست، حاجه في اللنج، حاجه في الريسبيريشن. لا هقول لك انا، مش هي اللنج كده؟ خلاص؟ لو الحته دي او يمين او شمال ما بتقولش. خلينا هنا عشان ما تطلعش. ما تفتكرش ان انا بعمل هنا عشان الرايت سايد. لو حصل نيموثوركس والنيموثوركس ده قلنا هيعمل ايه في اللنج؟ كولابس، كومه في جنبه. وده بقى اير، والاير ده عمال يكتر 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 يكتر. هو ده مش هيزق الاستراكشر اللي جنبه؟ مين الاستراكشر اللي جنبه؟ الهارت. يبتدي يضغط. طب لما يضغط الهارت يعمل ايه في الفين بتاعت الهارت؟ اوبستراكشر. فلما يعمل اوبستراكشر، بص كده على السبورة اهي، تنشن نيموثوركس هتعمل كومبريس الهارت. فلما هتكمبريس الهارت هتقلل الفينوس ريتيرن، لانها بتكمبريس الهارت بالفينز بتاعتي سواء من الشمال او اليمين، هي بتضغط على الفينز. فلما تضغط على الفينز تقلل الفينوس ريتيرن. طب هو لما الفينوس ريتيرن يقل مكاردك او تفوت يوم يحصل شوك. على فكره اللي انتوا اللي انا قلته ده، انا هقوله تاني، اللي انا قلته ده اسمه كاردياك تامبوناتر، الضغط على القلب فيقلل الفينوس ريتيرن. وعلى فكره هذا النوع هناخده ان شاء الله اخر السنه في الامرجنسي في النظري، حاجه اسمها اوبستراكتيف شوك. اوبستراكتيف شوك ده نوع من انواع الشوك. يعني انا مثلا هقول في هايبوفوليميك شوك، ماشي، من الهيموريج، خلاص، في سيبتك شوك، انفكشن، كارديوجينيك شوك. دي مش كارديوجينيك شوك. كارديوجينيك شوك يعني عضله القلب، هارت فيلير ده كارديوجينيك شوك. لكن انا دلوقتي المشكله مش في الهارت نفسه، المشكله من خارج الهارت. ايه اللي من خارج الهارت؟ نيوموثوركس بيزيد في الافيوجن. سميت الافيوجن الكتير ماسيف افيوجن. في نيموثوركس، النيموثوركس كتير بسميه تنشن نيموثوركس، لانه زي بالونه كده عمال يضغط، هوريه لك في الاشعه، بيضغط على اللي حواليه. فلو ضغط على القلب يقلل الفينس ريتير، لما يقلل الفينس ريتير يعني الكارديك اتبوت يعمل شوك. هذه الشوك اسمها اوبستراكتيف شوك، وهو ده الكارديك تامبونات. وده ممكن يموت في خلال دقائق لو انا ما سحبتش الايه؟ الهواء ده بانبوبه اللي هي شيست انتركوستال تيوب وبتاع، مفهوم يا شباب؟ ده اسمه تنشن نيموثوركس. او تاني، إذا النيوموثوركس يميزها الصدن إيه؟ أنس لحاجتين. العيان بيجي له ديستريس ديتيريوريتنج من تاكيبنيا ساينوزس فجأة، بالإضافة إلى الضغط على القلب، وده هيقلل البلاد بريشر وهيعمل شوك وهكذا. طيب ده بالنسبة للسيمبتوم. شيست بين طبعًا، هو في الإفيوجن في شيست بين، وهنا برضه في شيست بين بحكم إن البلورا هي اللي فيها بتضغط عليها، هي دي مكان يعني فجأة تلاقي ألم شديد في الشيست. طيب ايه الساينز؟ امشي بنفس الاستمر، وهي انسبكشن، سالفيشن، بيرتشن، اوسكالتيشن. على فكره النيوموثوركس زي الافيوجن بالظبط ما عدا البيرتشن. ما عدا مين؟ البيرتشن. بدل ما هيبقى ستوني دولنس هيبقى هايبرزونانس. دي هايبر او بنسميه تمبانيتك، بيطبق. لكن بالانسبكشن ديستريس برضه الموفمنت قليله. في البلبيشن برضه التكتايل فوكال فريمتس قليل، والميديستاينا ممكن يكون شيفتد. بالاوسكالتيشن ديمينيشد انتنستي اوف بريس ساوند، ونقص الفويس جنريتد ساوند. اه مفيش ايجوفوني ولا برونكال بريدنج عشان مفيش ابر بوردر وافيوجن، لكن الحاجات الثانيه يعني مفيش مميز في النيوموثوركس في الاكزامينيشن غير الهايبر ريزونانس، يعني غير ما تحفظ. واحنا عندنا في النهايه ممكن اجيبها لكم بقى مش عارف بكره ولا حاجه، ورقه ملخصه كل يعني كل الاكزامينيشن ده قدام بعضه كده، نمونيا جنب الازمه جنب البرونكيلايتس جنب البلورال افيوجن جنب النيموثوركس، كله جنب بعضه الجدول وخلاص، عشان يبقى الشيست كله في ورقه وخلاص. طيب كده تمام؟
طيب مكتوب عندكم بقى اخر حاجه سيبك من التايبس دي مش مشكله سبب الوفاه انا كاتبه لك شوك اوبستراكتيف شوك ادخل على طول على الانفستيجيشن على الانفستيجيشن مش الاسطمبه الثابته بتاعت اي شيست ديزيز شيست اكس راي سي بي سي كالتشر لو احتجت هنا مش محتاج كالتشر ولا سي بي سي بس انا محتاج الحاجات الثانيه محتاج اي بي جي وبالس ايه اوكسيميتر عشان الكور جازكس تشين انا متوقع ان ال... ان ال... لو عملت اي بي جي هلاقي الاكسجين هلاقي هلاقي السي او 2 عالي هايبوكسيا وهايبر كابنيا سهل الكلام هلاقي ايه في البالس اوكسيميتر الساتوريشن ايه البالس اوكسيميتر ده اكتب نون انفيسيف تكنيك عشان اقيس الساتوريشن ان شاء الله لما ناخد ارتيريا بلاد جازكس اشرحه لك بالتفصيل قريب يعني ان شاء الله تمام تعال نشوف التشيست اكس راي بص على الصوره كده دي اللانج الطبيعيه هي يا شباب اي لانج بيبقى فيها برونكو باسكولار ايه ماركي تخيل معايا كده ان اللانج دي حصل فيها نيموثوركس فشكلها عامل ازاي شكلها عامل كده هتلاقي مثلا القلب ده راح الناحيه دي التراكيه هي كمان قامت رايحه كده بعد ما كانت في النص تمام راحت الناحيه دي واللانج دي لسه فيها برونكو باسكولار ماركينج بينما اللانج دي اللانج بقت كولابسد في جنب كده والحته دي كلها اير اير بس مفيش لانج فيقولوا عليه جيت ايه جيت بلاك السؤال هل لازم كل حاله نيموثوركس يبقى فيها شيفت للميدياستاينم لا بس هل لازم في كل حاله نيموثوركس يبقى فيها كولابسد لانج هقولها تاني يعني النيوموثوركس لازم يعمل كولابس لكن مش لازم يعمل شيفت للميدياستاين عشان هتلاقوا كده في الامتحانات في الامثله للاكس رايز اللي هناخدها هتلاقي في ساعات نيموثوركس وفي شيفت للميدياستاين وساعات لا بس لازم حتى النيموثوركس وانا حفظتها لك من الاول طالما في ضغط ايجابي يبقى اللانج كولابس اللانج بقى الكولابس ساعات كده ساعات شكلها يبقى عامل كده شكل الكولابس اللانج مختلف من اشعه الاشعه يعني مش شكل مميز يعني كولابس وخلاص هنبقى نشوف الاشعاعات ان شاء الله نتكلم يبقى ده بالنسبه لل طب العلاج العلاج هيبقى في ايه شيست انتركوستال تيوبوس اندر ووتر ايه سيت. بس هو الفرق الوحيد بص كده ان انا بقوم اوصل بص الانبوبه اهي اخلي الانبوبه اطلع الطرف بتاعها ايه فوق شويه انا كنت بسيب طرف الانبوبه تحت هنا في الايفوجن عشان الميه تنزل لتحت لكن انا بطلعها فوق لان الاير بيطلع لايه بيطلع بس كده مش شرط موضوعنا الثالث هو الكروب اكتب جنب كلمة كروب upper airway obstruction upper airway obstruction احنا شرحنا ايه لحد دلوقتي في الشيست احنا شرحنا في الشيست برونكيلايتس وازمة البرونكيلايتس والازمة دول مالهم دول upper ولا lower airway lower وشرحنا النمونيا دي قلب الوقت وشرحنا الفلورا فلورا الافيجن من يوم الكورس ما عادش ناقص لنا في الشيست غير الحته اللي فوق دي اللي هي الابر ايروي ماسكينه من تحت خلاص الابر ايروي الابر ايروي ده اللي هو اللارينكس خلاص احنا عندنا موضوعين في اللارينكس بنشرحهم فايرال كروب والايبيجلوتايتس بحكم ان الايبيجلوتس دي جزء من مين؟ اللارينكس من اللارينكس يبقى كلامنا خلاص ما عادش غير على اللارينكس بصراحه في امتحان الراوندات اللي فاتت السنين فاتت ما جاتش الكروب او الايبيجلوتايتس غير في السيناريو السيناريو ما كانتش فايرال كروب كانت الورقه صفحه لورقه ما ينفعش نشرح واحده ونسيب الثانيه بصوا لي كده اولا ايه تعريف كلمه كروب على فكره هو موضوع نظري مهم قوي الكروب ده هما ورقتين انا مختصرهم بس هو نفسهم كلام الكتاب بس باختصار هو انت تلاقوا اختلاف عن الكتاب يعني ايه كروب يا شباب؟ كروب ده سندروم في اربع حاجات على فكره الترجمه الحرفيه كلمه كروب يعني الديبه يعني صوت الديب تمام عبارة عن ايه بقى بصوا لي كده بيبقى فيه ريسبيراتوري ديستريس بيبقى فيه سترايدو بيبقى فيه هورسنس اوف فويس وبيبقى فيه باركينج كاف باركينج كاف يعني زي النباح ريسبيراتوري ديستريس يعني الطفل بينهك سترايدو يعني يعمل كده خدوها فين في الايميتي هورسنس اوف فويس لقى الطفل في عنده بحه كده في ايه في صوته يعني يتكلم يعني فاهم مفتوح
امال باركينج توب، باركينج توب تلاقيه بيكح كده، تلاقي الكحه فيها يعني صوت اشبه بالنباح، باركينج توب. وكحه تلاقيها الام حتى تقول لك يا دكتور كحته غريبه، هي بتبقى الشكوى هي الكلمه ده. دايما الام اللي هتقول لك ديب ولا هتقول لك بيشهى ولا ما عندهاش الكلام ده، لكن هتقول لك يا دكتور الواد ده كحته ايه؟ كحته غريبه. لما تجتمع الاربع حاجات دول في عيان قول عنده كروب، عنده ايه؟ كروب. طيب ايه اسباب الكروب؟ انا كاتب لك سبع اسباب، تمام؟ كاتب لك سبع اسباب. ده كان جه سؤال نظري، كوزز الكروب. في فيرال، وجرى العرف ده على فكره مش البكتيريا هي رقم، فيرال غير ارقام، الفيروس هي رقم. خلاص؟ هتقول لي تفرق؟ اه تفرق، تمام؟ بكتيريا يبقى فيرال بكتيريا. وبعدين في بقى حاجات ميكانيكال، تمام؟ في مثلا الرجي، هايبوكالسيميا، تمام؟ وعندكم ايه كمان؟ عندكم سبازموديك وكونجي، تمام؟ طيب اول حاجه هي اهم حاجه الفيرال. السؤال بقى اللي جاي، مين هي الفيرال كروب؟ فيرال كروب اللي هي اشهر واحده فيهم، مين اشهر فيروس؟ كتبها هنا في اول حصه، يعني خمس حاجات كده، دي تجميع يعني مش للامتحان، تجميع ليك انت. خلاص، اشهر فيروس يعمل lower respiratory tract infection في الاطفال. ايوه بتاع البرونكيلايتس، ار اس في بتاع البرونكيلايتس. طيب ايه اشهر فيروس اللي هو بتاعنا دلوقتي بيعمل فيرال كروب اللي هو upper respiratory، خلينا مش upper respiratory بقى، لارنجايتس عشان يبقى اسهل، لارنجايتس يعني upper airway. هيبقى مين؟ بارا انفلونزا اللي هو مكتوب عنها، بارا انفلونزا. ما يمنعش ان في حاجات تانية ادينو ار اس بي، بس البارا انفلونزا. مين اشهر فيروس يعمل نيزوفارنجايتس بتاع اي ام تي السنه اللي فاتت، بيعمل كومون كولد اللي بيطلع عينينا في الشتاء ده اللي بنجيب لنا شويه برد كل شويه ده، مين اللي بيعمل نيزوفارنجايتس؟ راينو فيروس. جد راينو فيروس ده منه فوق ال 100 سيروتايب، راينو فيروس يعني انت بيجي لك برد كتير لان كل شويه يجي لك سيروتايب سيروتايب، تلاقي الولد صغير كده او يعني كده صحته حلوه، اول ما يروح الحضانه كل اسبوع جاي لها براينو فيروس شكل، يعني بيجمعهم كده واحد ورا الثاني من كل واحد في الحضانه. رقم اربعه، رقم اربعه، مين اشهر فيروس يعمل جاسترو انترايتس؟ روتا فيروس. ومين اشهر فيروس في الاطفال بيعمل هيباتيتس، فيرال هيباتيتس؟ فيروس ايه؟ هيباتيتس ايه بقى؟ تمام؟ ده بس عشان تبقى انت عارف الدنيا ماشيه ازاي في الفيروسات، بس هو كلامي هنا بقى في الفيرال كروب هيبقى بارا ايه؟ الوان. امال ايه البكتيريا اللي بتعمل مشكله في اللارينكس، لارنجايتس؟ هيموفيلس انفلونزا اللي احنا دلوقتي اصبح عندنا فيه ايه؟ طب هي حد من زمان الدفعه اللي فاتت سالني على الفيسبوك امبارح بيقول لي لو جالنا سؤال وقال لي ايه الفاكسينز نوت روتينلي جيفن ان ايجيبت، كان دايما بيجيبوا عندنا الامتحانات فاكسين الاميونايزيشن سكيدول في مصر، فده الكومبلسوري اللي هي روتينلي جيفن، فدايما بنكتب الحاجات. فهو السنه اللي فاتت غلطت ورقه كتب السؤال فاكسين نوت روتينلي جيفن ان ايجيبت، تمام؟ وعمل لها ورقه كده في الانفكشن وجابهم. فهو الهيموفيلس انفلونزا اصبح من الفاكسينز ويتش ار جيفن روتين، وده بالاسم قديم، فكان لسه كاتب الهيموفيلس انفلونزا في الحاجات اللي نوت جيفن روتين. هو بيقول لي لو جاب لي السؤال ده تاني فاكسينز نوت روتينلي جيفن نكتب الهيموفيلس فيهم ولا ما نكتبش؟ قلت له اكتبه وقول له انه بقى بيبقى جيفن ايه؟ بقى بيبقى جيفن روتين. على فكره هو كل اسم في نموذج الاجابه هيبقى محطوط في الثلاثه بس، تمام؟ بس هو صحيح خلاص، يعني هو الهيموفيلس انفلونزا بقى روتين ايه؟ جيفن من سنه كده ولا حاجه بقى خلاص، بدل ما كان بيدي الثلاثي دي بي تي بقى بيدي رباعي معاه هيباتيتس بي، بقى بيدي حقنه واحده خماسي بقى فيها الهيموفيلس ايه؟ انفلونزا. هنقول الكلام ده 2 4 6 و 18 شهر. خدتوا الكلام ده في كوميونيتي؟ انتوا اساتذه، تمام؟ طيب يبقى ده الفيرال وده الايه؟ وده البكتيريا. الميكانيكال زي ايه ميكانيكال؟ زي فورين بودي او زي ابسس. الرجي الناس اللي بيحصل لها حساسيه من اي حاجه. الهايبوكالسيميا بتعمل لارنجال سبازم، الناس اللي عندها تيتاني لارنجال سبازم. والكونجينيتا خدته في الانف والاذن حاجه اسمها لارنجو ماليشيو،
وخدتوا حاجه اسمها سابلوت كستينوفس وبتاع، هي دي. واخر حاجه بقى دي مهمه بالنسبه لنا، اسمعني، اسمها سبازموديك كروب. اسمها ايه؟ سبازموديك كروب. ده ابر اير، او مش ابر بقى، خلينا نقولها ازاي، لور اير واي وابر اير واي. تمام، خدنا احنا خدنا لور اير واي انفكشن وخدنا لور اير واي الرجي. مين اللور اير واي انفكشن؟ برونكيلايتس. ومين اللور اير واي الرجي؟ برونكيلايتس. طيب مين الابر اير واي انفكشن؟ فيرال كروب. مين الابر اير واي الرجي؟ سبازموديك كروب. يبقى فين؟ يعني احنا عندنا ابر ولور اير واي، كل واحده فيهم في الابر واللور فيها حاجه انفكشن، فيها حاجه الرجي. اللور اير واي انفكشن في الاطفال اسمها برونكيلايتس، الالرجي في اللور اير واي اسمها برونكيلايتس. في الابر اير واي لارينكس، يعني الانفكشن في اللارينكس فاير، هو ده اشهر، اشهر من بكتيريا بكتير. بكتيريا هيموفلس ما عندناش بنشوفها عشان الفاكسين. طيب اما الابر اير واي الالرجي اسمه سبازموديك. ايه الفرق؟ الفرق ان عيان الفايرال كروب زي ما نشوف دلوقتي بيجي بحراره، لكن عيان السبازموديك كروب بيجي عنده نفس الكلام ده كله بس من غير حراره، يعني بيجي كده وبتتكرر. الفايرال كروب ما بيتكررش كتير، لكن السبازموديك كروب بيجي يتكرر، والعيان اصلا بيبقى اتوبيك، بيبقى عنده حاجات تانية، حاجات في السكين مثلا كده. طيب نيجي للكلينيكال برزنتيشن. انتوا عندكم خلاص لسه موضوعين فايرال والابيديوتايب السهلين. الفايرال كروب بيتميز بايه؟ اولا هو حاجه كومون ولا حاجه رير؟ فايرال كروب اللي موست كومون 15% منها. سن الطفل عادة سن صغير، سن الفيرال من 6 شهور إلى سن 5 سنين. هتقولي اشمعنى 6 شهور؟ ليه مش قبل 6 شهور؟ إن قبل 6 شهور بفكر أكتر في الحاجات الكونجينيتال، لكن من 6 شهور ل 5 سنين بفكر في الفيرال. طيب بيحصل أكتر البارا إنفلونزا، بيحصل أكتر في أي فصل؟ هو البرونكيلايتس كان فين أكتر؟ في الوينتر، في الشتاء. الفيرال كروب بيحصل أكتر في الخريف، بيحصل أكتر في الأوتو. تمام؟ طيب عشان سيزونال، عشان البارا انفلونزا. ايه الكلينيكال بيكتشر؟ الام تيجي تقول لك ايه؟ تقول لك بص يا دكتور، الواد ده كان من يومين او يوم عنده شويه سخونيه خفيفه فايرال برودرومال، وعنده فلو لايك سيمبتوم، رش، عطس، كحه بسيطه، سخونيه بسيطه، كحه، فاهم؟ بعدها نام، الواد نام، صحى من النوم فجر كده ولا بتاع، عنده كحه غريبه بقى ومش عارف ياخد نفسه، وجابوا لنا جاري على المستشفى وهو عنده الكحه الغريبه دي. اشمعنى ات نايت بتبان؟ باراسمباثيك، ده ماضي عقد مع الريسبيراتوري سيستم عشان قصه البرونكو كونستريكشن والسكريشنز اللي بتبقى ايه موجود. هي الام بتوصف القصه بالظبط كده، تقول لك يا دكتور الواد ده كان عنده، كنا فاكرينه بارد، وبعدين يصحى من النوم فجاه بالليل تلاقيه عنده الشهقه، تلاقيه عنده الصوت الغريب، مفهوم؟ زائد يبقى عنده ايه تاني؟ بص على السبوره عادي بقى، تلاقي عنده الاسترايدور، الهورسنس، الباركينج كاب، زائد الدستريس. هو الدستريس احنا مش نعرف تكيبه ريتراكشن، بس في نقطه انتوا قريتوها وانتوا بتذاكروا اللي فيكم ذاكر الشيست اكزامينشن، الاقي الريتراكشن في منه ابر وفي منه لور، في انتر كوستال، بقى اسالني على السؤال، انتر كوستال في سوبرا كلافيكل. لما يكون المشكله برونكيال ازمه وبرونكيلايتس الاقي دايما الريتراكشن تحت، ولو الاوبستراكشن زاد تطلع فوق. يعني العيان بيبقى عنده ريتراكشن انتركوستال سب كوستال، ولما النروينج يزيد قوي تبقى سوبرا كلافيكولار سوبر. ولكن لما اكون عندي المشكله كروب هي اصلا فوق، الاقي دايما الريتراكشن بادئ فوق، يعني سوبرا كلاف سوبرا، ولما يزيد البتاع ده يتجي تحت، ما هي مكتوبه عنده. تمام؟ طيب العيان ده عنده ايه كمان؟ هو عارف ياخد نفسه كويس؟ برايك يعني بياخد نفسه كويس؟ لا، يعني ممكن يعاني بعد شويه من شويه هايبوكسيا. الهايبوكسيا دي اثرها ايه على السينس؟ اي هايبوكسيا اثرها في الاول على سي ان اس ستيميوليتد، بتاع العيان ايه؟ ريسلس، انكزايتي، متعصب، ستيميوليتد. تمام؟ لكن بعد شويه لو الهايبوكسيا زادت، شوف بقى اسوء ما في الهايبوكسيا تدخل في ديستربد ليفر. اكتب كده، اكتب كده، ان الهايبوكسيا في الاول ستيميوليتوري على البرين ثم بعد كده انهبيتوري. ما تنساش الكلمه دي، الهايبوكسيا ستيميوليتوري زين انهبيتوري. سؤال، هل العيان ده لو انا حطيت السماعه على الشيست، هو المشكله ابر ولا لور؟ ابر. لو انا حطيت السماعه على الشيست اسمع حاجه؟ بصراحه لا، المفروض ما اسمعش. لكن بص كده، مش انا بعمل وانا بعمل كده، لو حطيت سماعتي وانا بعمل هسمع الصوت ده ترانسميت، مش كده وبس. هو الكروب الانفلاميشن فين؟ بيقول لك بص كده على السجوره،
الانفلاميشن احنا ساعات بنسميه لارنجيتس او لارنجيو تراكيتس او لارنجيو تراكيو برونكايتس. فلو اللارنجيتس معاها برونكايتس ممكن اسمع ويزس. لو العيان اوريدي اتوبيك يعني عيان اسماتيك اسمع ويزس صدفه، واخد بالك؟ وعلى فكره العيان ده عشان اشخصه انا مش محتاج انفستيجيشن. يعني انا كلينيكالي اقول على طول. امال انا ساعات بعمل اكس راي ليه؟ عشان اكسكلود اذر كوزز، فورن بودي مثلا ولا حاجه، بلس اوكسيمتر عشان الهايبوكسيا حاجات كده. بس في نقطه بقى ممكن تكتبها في الحته دي، بص على السبوره كده. الطفل ده ساعات لو عملنا له اشعه الالتهاب اللي بيحصل في الابر اير واي بيبان كده في الاشعه، بيبان كده، تلاقي الاير واي شكله مدبب كده، يعني التراكيه تلاقيها عامله مدببه كده. بيشبهوها بالساري بتاع العلم او الكنيسه او المئذنه، تمام؟ بيشبهوها كده، يقولوا عليها اكتب ستيبل ساين، ليها سؤال ام سي كيو في اخر المذكره. يعني ايه ستيبل ساين؟ زي الساري. طب الساري ده دليل على ايه؟ اكيوت لارينجيو تراكيو برونكايتس. جه مره سؤال، مش مره واحده، مرتين ثلاثه في اخر سنتين ثلاثه في الام سي كيو، يقول لك ايه؟ الاكيوت لارينجيو تراكيو برونكايتس هل له شكل مميز في الاكس راي؟ له ساين معينه في اسمها ستيبل ساين. ان شاء الله في حصص الاشعه هي دي ما بتجيش في الامتحان في الاكس راي في الراوند. انا بقول لك بس عشان سؤال اخر السنه عشان جبنا سيرتي. بس ان شاء الله هوريك انا كده ليك انت شكل الاشعه دي شكلها بيبقى عامل ازاي. بتبقى ستيبل ساين. طيب العلاج بقى، الولد ده نعالجه ازاي؟ الولد ده بيني وبينك هو مش محتاج غير اكسجين لو دخل في هايبوكسيا، هي اهم حاجه. لكن هو الولد ده محتاج انتي بايوتيك. الموضوع اسمه ايه؟ نو نيد فور انتي بايوتيك. ولكن الولد ده بص لو الاير واي ده قوي 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 ممكن يكون محتاج مني تدخل. ازاي؟ ان انا مثلا اعمل له تراكيوستومي والدنيا دقت قوي. ده انا ممكن اديله دواء انتي انفلاماتوري. مين اشهر انتي انفلاماتوري؟ كورتيكوستيرويد. يجيب نتيجه حلوه قوي مع كورتيكوستيرويد. كورتيكوستيرويد بارندر الحقنه يعني، عضل وريد كده يعني، ديكساميثازون مثلا. او في بقى حاجه جديده، بص لي كده حاجه انت اول مره نسمعها، اديله ابينفرين ادرينالين. بس اديله الادرينالين ايه؟ تحت الجلد زي الازمه؟ امال اديله ازاي؟ باي نيبيلايزر. طب هو الادرينالين العادي اقدر اكسره كده واحطه وابخره؟ يعني ينفع؟ لا، في ايزومر تاني من الادرينالين مكتوب عندك اسمه اخر سطر خالص، اسمه راسينيك ايبينيف. ايه راسينيك ايبينيف؟ ده ايزومر من ايبينيف ينفع يستخدم باي انهاليشن. للاسف هو يعني مش متاح قوي في مصر، بنحاول احنا ندي الادرينالين العادي بس مش زي الراسينيك. الراسينيك ده ايزومر من الادرينالين ينفع يستخدم باي نيبيولايز. يستخدم باي نيبيولايز. اخر موضوع عندنا اللي هو الايتيجلوتايتس. اكتب عليه كيس سيناريو، هو ده اللي جه كيس سيناريو فعلا. بصوا يا شباب، ايه الايبيجلوتايتس؟ مش دي اللارينكس كده؟ الايبيجلوتس دي بتبقى ستراكشر كده موجود في اللارينكس، الايبيجلوتس فايدتها ايه؟ انها بتقفل التراكيه لما تكون بابلع، خلاص؟ لكن خطيره جدا لما بتلتف، بيحصل لها انفلاميشن اتس فيري هازارد. وهي بتحصل مع الفيرال والبكتيريا انفكشن، بس اخطر حاجه البكتيريا. واخطر اورجانيزم بيصيب الايتيجلوتس هو الهيموفلس انفلونزا. والحمد لله ان احنا اصبح عندنا التطعيم بتاع الهيموفلس انفلونزا كومبلسري تاكسين روتين جيفن، تمام؟ بتاخد عن شهرين واربعه وسته و18 شهر في الحقنه الكوماتيه. السؤال بقى دلوقتي، ليه الموضوع ده خطير قوي؟ ليه الموضوع ده خطير؟ قال لك اصل بص الارينكس يا جماعه عاده اصلا نرو، وفي الاطفال نرو ادي. تخيل لو حصل التهاب فيها اديمه، الاديمه دي تعمل بتاعت البكتيريا بالذات الهيموفلس. It is rapidly progressive upper airway narrow. الكلمه دي كده rapid progressive upper airway narrow. يعني اخطر ما في اللارنجيتس بتاعت الابيجلوتايتس انها سريعه جدا في النروينج الايروي، فالعيان ممكن يموت سفوكيشن ويضايق. فالحمد لله ان احنا عدد
الموضوع يعتبر الابيجلوتايتس ان كومباريزون مع فيرال جروب كومون ولا رير؟ رير. يعني فيرال جروب از كومون ديزيز فيرال جروب، لكن الابيجلوتايتس اتس رير اتس رير. تمام. طيب دي النقطه الاولانيه انها فيتال ديزيز، حتى احنا بنعتبرها من البكتيريا الامرجنس. خلاص. العيان بقى هيجينا كلينيكالي الفات بتاع الفيرال، قصه كده حكيمه. الفيرال ده عيان بيجي ازاي؟ بصوا لي كده، ده عيان بيجي امه تقول ده عنده شويه برد، يصحى من النوم بيشرق وبتاع، ويعني ما بيبقاش خطير قوي، خطير قوي لو الايديمه زادت قوي ومش كتير يعني، لكن اللي بيبقى خطير لان العيان بيبقى عنده اعراض برد بس مش كتير، ابربت اونست يعني فيري شورت برودروب، ما بيبقاش سريع. ابربت اونست يعني بتبقى المانيفستيشن سريع، ورابيدلي بروجريسيف فايرنج كورس. خدنا ايه في الشيست كان فايرنج كورس؟ اكتب زي الستاف. يبقى الهيموفيلس انفلونزا شبه الستاف في انها فايرنج كورس، رابيدلي بروجريسيف كورس. يعاني العيان، نكتب بالعربي بقى اللي انا هكتبه ده، بصوا كده. العيان بص كده بالعربي مش قادر، مش قادر ايه؟ ثلاث حاجات. مش قادر يكح، مش قادر يتكلم، مش قادر يبلع. ولما ما يبقاش قادر يبلع يحصل له ايه؟ يشرق ويريق. مش عارف افتكرها يريق دي ازاي، بس عموما انا اول مره اكتبها. مش قادر يكح يعني ايه؟ يعني في كلمه كده مكتوبه عندكم نو سبونتانيوس كف. يعني ايه نو سبونتانيوس كف؟ يعني الطفل مش قادر يكح لان بالنسبه له الكحه دي از ايه؟ ريزيت. يعني انا لما كح انا بعمل ستيميليشن اريتيشن للاج، هو بيتجنب، العربي بيتجنب الكحه، هو بيحاول يتجنب الكحه بقدر المستطاع لان الكحه بالنسبه له زياده في الانفلاميشن والاديما للاج، هو عايز يبعد. اثنين مش قادر يتكلم، يعني احنا لسه من شويه قايلين ان الكروب بيبقى فيه هورسنس اوف فويس، كروبي كاب ده ما عندوش لا هورسنس ولا كروبي كاب لان الكحه بالنسبه له اريتيتد، فعنده مفيش كحه وما عندوش هورسنس، ده عنده افونيا ساكت خالص، افونيا ومش قادر يبلع، ديسفيجيا البلع بالنسبه له مؤلم. تمام. فحتى مش قادر يبلع ريقه، فبيشرق في ريقه وبيريل درولينج على طول. الحاجه الثانيه ان من الالم اللي موجود في اللارينكس ده بيبقى عنده مكتوب عندك كلمه سور ثروت، الم. وهذا الالم يجي على هيئه مكتوب عندك كلمه ساينج. حد عارف ساينج يعني ايه؟ يعني يتأوى من الالم. تمام. هو الطفل تاني بص لي كده، هو مش قادر يكح، مش قادر يتكلم، مش قادر يبلع، فيسرق ويريق، وعنده الم في زوره وعنده ساين. ده مش كده وبس، بص لي كده، ده انت عارف الاير واي من كتر ضيقه الطفل يقوم مايل لقدام كده، تمام، ويقوم فارد رقبته قوي كده، تمام، بيحاول يفتح الاير واي از ماتش از بوسبل، بيبقى الهايبوكس دي عامله له انكزايتي اريتابيليتي، هياج شديد، انت فاهم؟ كانه فايتنج فور بريث، يعني بيحاول يبذل مجهود عشان يعرف ياخد نفسه، بياخد نفسه بالقوه، تمام؟ فيبتدي يعمل بوزيشن كده سيرتن ديكيبتس بيسموه سنابينج دوج بوزيشن، زي هايبر اكستنشن اوف ذا نيك. هو نفسه صدره مايل لينينج فورورد، لكن كانك عامل ايه؟ هايبر اكستنشن بيسموها سنابينج دوج بوزيشن. سؤال، العيان ده ينفع بالمواصفات دي انك تفحصه عادي في العياده بتاعتك؟ ممنوع. العيان ده لو شكيت فيه عنده بيبقى عنده توكسيستي هاي جريد فيفر شوك لايك ستيت، يعني شكله عياء شديد، حرارته 40 مش 38 و38 زي الفيرال كروب، لا لا ده عيان بيشهق عنده سترايدر بس مش قادر بيجيل. لو شكيت فيه ابعته على المستشفى ليه؟ عشان انت حضرتك ما ينفعش تيجي بخافض لسان وتحاول، لانك لو حاولت تلمس الابيجلوتس الملتهبه دي، الابيجلوتس ده جزء من اللارينكس، واللارينكس جاي لها نيرف سبلاي منين؟ فيجاس. فالفيجاس دلوقتي ملتهب، النيرف اندنجز بتاعت الملتهب، فلو لمست الانفليمد ايه فيجاس ده؟ ستيميليشن للفيجاس على طول. وانت لو عملت ستيميليشن للفيجاس يعمل ايه في اللارينكس؟ فاز لارينكس، ممكن يحصل سفوكيشن، يموت منه او كارديك اريست. فيقول لك ايه؟ لا يفحص مريض الابيجلوتايتس غير في العنايه المركزه في ظل وجود شخص خبير في الابر اير واي للاطفال. يعني ايه؟ يعني لو اضطر يعمل تراكيوستوم يعني لو احتاج، لكن تفحصه عندك في العياده بره بتاع، لا بلاش. المريض ده امرجنسي،
لو شكيت فيه مجرد الشك وفر فحصه للمستشفى على طول، حوله على المستشفى. والحمد لله الموضوع ده احنا قلنا كومن ولا بقى رير؟ رير، اتس رير، تمام؟ اتس رير كونديشن. طيب حضرتك كانفستيجيشن ما تعملش انفستيجيشن غير لما تطمن ان الاير واي تيتن الاول وفي المستشفى. حاجه ثانيه، لما تروح بقى العنايه شوف عامل ايه. يقوم الدكتور جاي بمنظار كده فاتح بقه وباصص عليه كده بالنور كده، يقوم يلاقي الايبيجلوتس دي محمره كده لونها الشرير، ويقوم واخد منها بالراحه كده مسح عشان يعمل منها كلتشر، وبيسحب بلاد كلتشر، ويعمل سي ار بي هتلاقيه عالي، يعمل سي بي سي هتلاقيها نيوتروفيل، ممكن يجيب الانتيجين نفسه بتاع الاورجانيزم هيموفلاستايد بي مثلا. ثم اخر حاجه بقى انه ممكن يحتاج يعمل اشعه. المنظر بتاع الاشعه بيعمله بصوص، بيعمل اشعه بالجنب هنا كده. مش من شويه انا قلت لك الاكيوت لارينجيو تراكيو برونكايتس شكلها زي الستيبل؟ ما شكل الاشعه بتاعته بيبقى كده بس بالجنب. المنظر ده بيسموه ثام لايك. ثام لايك يعني شبه الابهام ده. ثام لايك. فبرضه جت سؤال ام سي كيو اخر السنه بيقولوا ايه الديزيز اللي لو عملت له اشعه على النك تلاقيه ثام لايك ايبيجلوتاكس. فدي كاركترستيك اكس راي. هوريها لك برضه منظرها شكلها عامل ازاي. اما المانجمنت، الطفل ده ما ينفعش كورتيزول. الطفل ده مش ادرينالين. امال الطفل ده بكتيريا يبقى محتاج انتي ايه؟ انتي بايوتيك. كيفالوسبورين او امبيسيلين وسلباكتام. في حاجه بقى بصي كده. ممنوع الطفل ده زي ما قلت لك تفحصه في العياده. افويد. خليه في العنايه. ما تضايقوش، تقعدش كل شويه تبص على بقه، قلل الاكزامينيشن على قد ما تقدر. وممكن بص بقى اللي جايه دي، مش ايه وي معرض ان يحصل له ناروينج بسرعه؟ هركب له اندوتراكيال تيوب. بس بص كده، شفت المنظار في النينيتا ريسستيشن بيبقى شكله عامل ازاي؟ المفروض ان انا باجي بالمنظار ده في الناس العاديه مش الابيجلوتايز، بقوم رافع اللسان، بقوم رافع مين؟ الديجلوس عشان ادكت. ينفع اعمل كده في ممنوع؟ طب امال هركب الاندوتراكيال الواد بيموت وعايز اركبها لو اعمل ايه؟ يقول لك بنركب الانبوبه الحنجريه اللي هي التراكيه دي بس مش من بقه. امال منين؟ من مناخير نيزوتراكيه. ده الانديكيشن الوحيد عندي في المنهج اللي انا اركب فيه نيزوتراكيال تيوب. طب بصي كده ليه بقى؟ بيقوموا بص داخلين بالانبوبه دي في مناخير الطفل وبعدين يدككوها يدككوها تبان لهم كده تحت بقه تبان لهم. يقوم جايب فورسبس كده بيبقى له سن طويل كده بالراحه كده، يقوم يعمل لها جايدنس بس يدككها بالراحه كده من غير ما يلمس الابيجلوتس اسمه ميجلز فورسبس كده، يقوم يدخلوه لحد ما يوصلوه فين؟ في التراكيه من غير ما احاول اقلل لمس الاي بي اي الابيجلوتس. كل ده عشان ما اعملش انفلاميشن. افرض انا ما عرفتش اعمل حاجه زي كده والدنيا خلاص الواد بيموت، اقوم اعمل له ايه؟ اقوم اعمل له تراكيس، اقوم اعمل له تراكيس. طبعا لو العيان احتاج مني عنايه مركزه، خافض حراره، الحاجات دي كل ده بالنسبة. طيب في عندكم في صفحه 21 مسالتين 21 و22. عندكم خمس دقائق كده حلوا الاثنين. اه الاثنين، خد الاثنين ورا بعض. Thank you.
اللي هو كده تمام كده طب جميل وما يلي بقى
ومايل الايبكس اكيد يعني الايبكس مش بتلعب مش جايبها تلعب ايبكس ان ذا فورس انتركوستال سبيس ميت تو ذا ليفت تو ذا ليفت ميكلافيكتور. هو انا متعود ان لو دي مثلا ده السبيس الرابع وده الخامس طفل سنتين اقل من سبع سنين تبقى في الرابع ولا في الخامس؟ ده الميكلافيكتور في الرابع اوتسايد ولا انسايد الميكلافيكتور؟ اوتسايد. فهو لما يقول في الرابع ميديال يبقى الايبكس ايه؟ شفت تو ذا اوبس صح كده؟ السؤال الاولاني بيقول ايه الساين اللي تقول ان دي نمونيا؟ جراند ده نفس السؤال في الصفحه اللي بعدها 83 بيقول ان تايم اوف ديفلوبمنت اوف بروجريسيف ريسبيراتوري الكومبليكيشن اللي حصل غالبا هلاقي ايه تاني في العيان؟ هل هلاقي ديمينيشد اير انتري على الرايت؟ هل ديمينيشد اير انتري؟ لا غلط. هل هلاقي ماركت شيفت اوف ذا تراكيا تو ذا رايت؟ اه ممكن الاقي. جالوب ده بتاع هارت فيلر. جنراليز ويزز ده بتاع البرونكيلايتس. يبقى الاجابه الصح رقم بي. In the case described above, you would define the cause of progressive respiratory سبب respiratory distress اللي حصل بعد يوم ده ايه؟ مفيش توني دالنس. هل هو pulmonary congestion حاجات الهارت دي لا مانيش. Pleural air pneumothorax لا طبعا. Paranumonic effusion ايوه مظبوط. Diffuse partial مش عارف ايه obstruction ده بتاع البرونكايتس. Extensive alveolar consolidation ده بتاع النمونيا. تقول لي طب ما هي نمونيا. لا بس هو يقصد الدستريس اللي حصل بعد كده ده الافيوجن. Investigation in this case may reveal all except. هل ممكن يبقى فيه hypoxiflex في البولس اب؟ هل بيبقى فيه hyperinflated large left hemithorax؟ hyperinflated دي مع pneumothorax يبقى دي غلط. Large opaque left hemithorax يبقى large opaque left hemithorax ايوه هي دي صح لكن اللي فوقها هي اللي غلط. يا بص يا جماعه هايبر انفليتد يعني نيوموثوركس لكن اوبيك هي دي بتاع البلورال. بوليمورف نيوكليير ليكوسايتوزس شيفت ده انا قلت لكم قبل كده بوليمورف شيفت ده دي معناها سيفير بكتيريال انفكشن فدي صح ما انا عندي بارا نمونيك نمونيا ويز انكريزنج ريسك هايبر كابنيا هايبر كابنيا اون ارتيريا بلاج ايوه سي او 2 بيزي اكسجين بيقل والسي او 2 بيزي امرجنسي مانجمنت. ايه الحاجه اللي انا اعملها ضروري لما الاقي حاجه زي كده؟ هل مثلا ادي اكسجين ولا ادي محاليل ولا اركب انبوبه ولا ادي مضاد حيوي ولا اقول الضاب؟ طبعا لو امرجنسي اهم واحده فيهم اكيد مش محاليل يعني اكيد يعني ما ينفعش اقول الضاب. هو كل ده ممكن يتعمل لكن اهم واحده فيهم شيست ايه؟ نفس المساله دي هي المساله اللي جايه بس الفرق ايه؟ قطع الصبوره الفرق ان بدل ما النمونيا جت شمال جت وبدل ما حصل الفيوجن حصل نيوموثوركس لانه قال في السطر اللي قبل الاخير كتب ايه؟ بروجريسيف ريسبيراتوري ويز هايبر ايه؟ هايبر ريزونانس يعني ايه؟ يعني اللنج دي عادي اهي واللنج دي حصل فيها كولابس وحصل هنا نيوموثوركس. وبعدين قام قايل حاجه عن الايبكس المره دي قال الايبكس في الفورس انتركوستال سبيس بدل ما هي هنا حطها لنا هنا في الانتيريو اكسيلا يبقى حصل شيفت اوف ذا ميدياستاينم فين؟ وهنا بقت جيت بلاك اكيد صح كده؟ طب تعالى نشوف السؤال الاول جرانتنج صح خلاص حلنا. السؤال الثاني بقى ذا فولوينج فيزيكال ساين ممكن الاقي ديكريزد اير انتري على الليفت هيميثوركس. هل الليفت هيميثوركس فيه ديكريزد اير انتري؟ لا. اللي بعده ماركت شيفت اوف ذا تراكيا تو ذا ليفت ايوه ممكن مش كده؟ لان في شيفت اوف ذا ميديا ساين يبقى دي صح. ميكانيكال بتاع ده جالوب لا غلط ويزز غلط بقى. السؤال اللي بعده ان كيس ديسكرايبد ابوف You should define the cause of progressive respiratory distress. بالعقل كده. ده هيبقى برضو pulmonary نفس الأجوبة. Pulmonary congestion ولا pleural air ولا paranormal effusion. Pleural air. Pneumothorax. Investigation test in this case may reveal all the following results except hypoxiflex. أيوه برضو. Hyperlucent large right pneumothorax. Hyperlucent large right pneumothorax on vein X-ray. أيوه. ما hyperlucent دي معناها إيه؟ pneumothorax جيت باك. لارج اوبيك ليفت هيميثوركس لارج اوبيك ليفت هيميثوركس لا دي غلط. بوليمورف نيوكليير ليكوسايتوز دي صح. انكريزنج ستريس هايبر كاتنيا نفس الاجوبه. سؤال الاخير ايه الامرجنسي اللي انت تعمله برضو شيست ايه؟ كيو نتقابل بعد ربع ساعه هيبقى تحت بكره هيبقى عندنا ان شاء الله اخر حصه في البلاطه النظري.